يعني ما بعرف كيف بعدنا نحكي وشو لازم بدنا نحكي وشو اللي لازم نقوله وما لازم نقوله واذا بدنا نقول او ما بدنا نقول. انا ما بدي احكي بس هن بدهم يحكوا فخلينا نحكي. ما بصدق اضربتي عن الكلام. لشو بدنا نحكي؟ اضربتي عن الكلام مش معقول. ما هيك لازم نوصل بقى ليك. هلا يمكن ركي على السباحه اليوم. ايه لا اليوم غطس والسباحه بس وصلت كابتن خير الله. مو انت وصلتوا على الوقت كمان برافو. ما كنا متوقعين. فينا نعتبر انه زبط. رولا بدي رحب بضيفتي اليوم لمى العود وجنى ابي مرشد. رح يحكونا من المركز اللبناني للتربيه المدنيه ال سي سي. رح يحكونا عن مشروع كثير حلو. في كلمه انا هيك بعتبرها كلمه مفتاح بقلب المشروع يلي قاموا فيه. هن المشروع كان اسمه لنعمل معا على مد الجسور. وانا كلمه جسور كلمه عندي عليها ضعف شخصيا لانه مد الجسور هو اللي بخلينا نحس بانسانيتنا اكثر خلينا نغير امور حوالينا. ففي نشاط كثير حلو اخذ معكم اشهر بتنفيذه وبعدين بالعروض رح نحكي فيه تفصيليا. بس لنعطي العالم فكره اكثر عن شو عم نحكي رح نشوف نحن وياكم ريبورتاج عن يلي انتم فيه. حبيبي في موضوع حابه احكي معك. خير شو في؟ موضوع بخصوص الشغل يعني. إنه بالجريدة حاطين عليها إنه بدنا سكرتيرة. فقلت بقدم يعني وبشوف بدي تلاقي شغل. وما خلصنا هالموضوع من بقى؟ بس يعني كمان إلي 15 سنة زي تلت أولادي بالجرور وإنه مكارثة حياتي لإلك ولأولادك. مش يمكن صار لازم أطلع شوي على حالي؟ ايه بالضبط بتطلعي شوي على حالك. صار عمرك 35 سنة مين بعده بيوصفك سكرتيرة؟ بعدين ليه بدك تشتغلي؟ أنا مقصر عليك بشيء؟ لا لا أبدا إنك مقصر معي أو شيء. بس إنه كمان يعني ما حلوة القعدة بين أربع حيطان. أي أربع حيطان؟ كل جمعة عم نظهر. شي مرة قلتي لي بدك تظهري على محل وقلت لك لا؟ ما عم تفهمني خليل ما عم تفهمني. لا مش قصة ظهرات أو بس إنه أنا كمان ما حابب يكون زيادة عدد بالبيت أو طباخ أو غسالة. بس أنا كمان حابب أشتغل يعني. شغلك هو بيتك. بس أنا ما عم أقصر معك. بس تشتغلي حتصيري تقصري. لا خليل صدقني إنه أعطيني فرصة ويمكن بجرب. إذا بتريدي سمر خلص الموضوع. قال إنه ما في تواصل بينه وبين زوجها وذكر نقطة ثانية إنه عنده مبدأ خليل إنه المرأة بس تقعد بالبيت تشتغل بالبيت. شو رأيكم بالشيء اللي قاله؟ هاي هي العقلية القديمة إنه واحد ما منه مرته تشتغل أو تطلع من البيت بدها تبقى جاهلة. شو يعني العقلية القديمة؟ شباب وصبايا عم نشوفهم. شفنا سكتش واحد إن كانوا عدة مواضيع. قبل ما أوصل بدي أرجع على الموضوع مع جنى لأنه يمكن الموضوع الدراما اللي عن فيه واللي انشغلت معهم المشروع. لما شو هدفيته كانت؟ ليه قمتوا فيه؟ نحن المشروع سميناه لنعمل معا على مد الجسور. ونحن يعني بلشنا فيه يعني اول شيء فكرنا لانه بوضع لبنان يعني اللي دائما في تنشنز ودائما في توترات. فنحن فكرنا انه اهم شيء تبلشي تغيري بالشباب وبهيدي الاعمار يعني بين 17 و20 يمكن اكثر شيء بلش التغيير من عندهم. ففكرنا انه اذا استخدمنا المسرح انه هيدي طريقه غير مباشره كمان ليقدروا يبلشوا يفكروا بطريقه نقديه ويبلشوا يفتشوا عن حلول كمان لمعالجه قضاياهم اللي هي اجتماعيه اللي كل يوم بتواجههم بطريقه لا عنفيه. وتم اختيار المناطق كمان يعني عن قصد اكيد. يعني عم نحكي عين الرمان، الشياح، المريجه، الحدث، كفرشيمة والشويفين. مزبوط. هدول المناطق كمان لانه هي جغرافيا قريبه ومناطق دائما فيها توترات يعني كمان هي كثير منوعه هيدي المناطق. سو نحن من هيدا المنطلق اخترنا الشباب من هيدي المناطق، اخترناهم من مراكز الشؤون الاجتماعيه بالتعاون مع بلديات الموجوده بهيدي المنطقه، مع الجمعيات الفاعله والمدارس الرسميه والخاصه. أوكي. فطبعا كان اكيد في معايير معينه لاختيار هالشباب، الشباب ان يكونوا اكيد مهتمين بالشان العام وهن محمسين وملتزمين يكفوا معنا بهذا المشروع. صحيح. يعني هذا مشروع طويل الامد،
كيف قدرتوا تستمروا فيه كل هالاشهر؟ يعني التمويل، السند، السند المعنوي فهمنا، البلديات سهلوا لكم مهاماتكم، المراكز، بس كمان مشروع مثل هذا بده وقت وبده مال. مزبوط. نحن هذا المشروع اول شيء ممول من مبي، واللي بنشكرهم اكيد على دعمهم، ومثل ما قلتي كمان بوجود المدربين يعني جنى ابي مرشد وجو حداد وهافال يوسف كمان، وبطريقتهم اللي كثير كانت يعني تفاعليه حفزوا كمان اليوث يعني الشباب الموجودين بهالمناطق انه يكفوا معنا، وخليناهم يقدروا يشوفوا كمان انه عن جد هذا الشيء فيه هدف كثير واسع، أهميتهم هن ودورهم بالتغيير بمجتمع، نقل خبرتهم لكمان الأشخاص اللي حواليهم. صحيح. جنى زميلتي بالجيم علمت فيي والفاعلة على الأرض والمسرح، بعرف أنا شخصيا قديش أنت المسرح هيدا حياتك هون، فنقل التجربة المسرحية وإعطاء لهالمجموعة اللي تعرفنا عليهم، كنت عم تقولي لي تقريبا حوالي 20 شخص، أنه يضلوا ملتزمين معكم كل هالأشهر ويجوا على التدريب، شفنا على اي اساس تم اختيارهم وكيف التزموا كل هالوقت، شو اللي حمسهم، شو اللي دقيتوا، اي باب دقيتوه عندهم لتحمسوا انه يلعبوا ادوار ويقدمون للناس ويفتحوا باب نقاش من بعد كل سكتش بيقدموه. تانيا صباح الخير لك ولكل اللي عم بيشوفونا عبر برنامجك، اللي ما بيعرف واللي بيعرف تانيا انا كثير سعيده انه اليوم معك بالبرنامج عن جد، لانه انت اكثر حدا بيعرف وله علاقه بالتواصل العنفي بامتياز، صديقه عزيزه. بالنسبه لسؤالك، انا بشوف انه الالتزام هو يمكن كما قالت لما في حافز كثير قوي للمجموعه اللي كانت عم تشتغل مع الشباب، بس بنفس الوقت الاستعداد الاقوى اللي موجود عند الشباب، لانه يمكن هالقد في ضيق مساحه للتعبير، للتفكير، لرؤيه الاخر، للنقاش، للتواصل، فكان المسرح، وانا بقول انه نحن ما قلنا جميله كثير بالاشياء، هيدا المسرح، يعني هيدا فعل المسرح اذا بدك. وفي كمان استعداد كثير قوي عند الشباب، في نهم اذا بدك، في حاجه، حاجتهم الاساسيه هي اللي خلتهم يستمروا بهيدا الشيء، وايمانهم بالشيء اللي عم نعمله، يعني فعلا هن مجموعه كانت صلبه كثير، مرنه كثير، ضحت عن جد، كان في تضحيه وعندهم شعور انه مبلا هيدا الاثر الصغير ممكن يعمل تغيير، هيدا الشيء اللي خلى المشروع يستمر. حلو. طيب كنت عم تخبريني برات الهوا جنى عن تغييرات صارت فيهم، يعني لمستوا تغيير لمس اليد بنهايه هالمشروع مثلا، شو فيك تخبرينا هيك افكار؟ يعني اذا بدك تانيا هي حكاياتنا، الحكايات اللي صارت اثناء الشغل من اول ما تعرفنا على بعض، كيف كل حدا كيف اجى مشحون بافكار وباحكام مسبقه وبعنف قد ما بدك، يعني نحن مش جايين من المريخ، نحن كلنا اولاد مناطق بتشبه بعض، وهم مشترك وتربيه مشتركه وتاثيرات مشتركه، يعني فهذا تلقائيا بده يطلع، يمكن هي بلشت من وقت اللي بلشنا نحكي نحن شو عايشين، بلشنا نفتح يمكن ذكرياتنا، جروحاتنا، خبرياتنا، احيائنا، الشوارع اللي نحن عايشين فيها، ويمكن بيوتاتنا يعني اللي هي اهم شيء، اللي بلشت نبني الحكايه اذا بدك، والحوار هو من خلال قصص المجموعه اللي عبروا فيها عن جد انه كل حدا من وين جاي وكيف جاي وليش جاي، وشوي شوي حقيقه، وشوي شوي بلشت الاشياء يعني تقول حالها، وطبعا هذا كان بمجهود كثير كبير، ان كان من جو حداد، من هافال يوسف اللي اشتغل على النص معهم، جوش اشتغل على تفكيك القضايا اذا بدك، واسبابها وظروفها واطراف النزاع، يعني نحن الهدف الاساسي كان انه تعوا نشوف من عيشنا، من اللي نحن عم نعيشه، شو اللي عم بيصير معنا من حياتنا اليومية، ليه عم بيصير معنا هيك، وين البدائل، كيف ممكن نحنا نلاقي بدائل لهذه الأشياء العنفية الموجودة بحياتنا، كيف فينا نكتشف، وهو فعلا كان اختبار، كان مختبر، كلنا عم نشارك فيه هيدا المختبر، يعني وكان في هيك إذا بدك
هيدي القدرة على انه تروح الاشياء بمحل فعلا نحن عم نهدف له، اللي هو تعالوا نبلش التغيير من هالمجموعة الصغيرة. وهيك صار، يعني يمكن حكاية بخبرها ملاك وقت اللي اجت حضرت اخته لعلي، فقالت انه ايه شو ناقصها المرة، ما كل شيء عم يوصل لها وشغله منيح وعم بيحط مصاري، ليش بدها تشتغل؟ بنهاية النهار ملاك قالت جنى بتعرفي، لا في شيء بده يتفكر فيه، في يعني هاي المفاتيح انه نترك نحن الناس ونحن من الناس نترك نفكر، نصير نسال، نصير نقول هيدي لا، هيدي ايه، هيدي كيف ممكن تكون، يعني هيدي ناحيه. يعني هذا تمرين يعني اعطيتوهم، اذا فينا نلخصها اعطيتوهم مفاتيح لحتى هم يسائلوا كل شيء، ما ياخذوا يعني ما ياخذوا اللي هن عايشينه كل حياتهم كهيك انه تحصيل حاصل، خلينا نسائل وخلينا نشوف الصح من الغلط ونتعلم النقاش بطريقه لا عنفيه. وهيدا اهم شيء بالمسرح التفاعلي الثانيه اللي هو موضوع النقاش، لانه كل الخبريه هي الفرق بين هذا المسرح، المسرح التفاعلي والمسرح العادي، انه الجمهور هو مش مجرد متفرج ومتلقي، مشارك، هو مشارك وفعال وحاضر، وهو بده يطلع البدائل وهو اللي بده يطلع الحلول. ويمكن الاهم شيء اللي عملتوه هو انه لان احنا كلنا بلبنان اجمالا، مش كلنا ما بحب التعميم، بس انه بالمطلق قسم كبير منا علقان بشعور الضحيه، كنا عم نحكي فيه انه طيب ما هي حياتنا وهيدي نحن وشو بدنا نعمل وهيدي تقاليدنا وهيدي عاداتنا، ما عم نعرف نفصل التقليد الحلو من التقليد يلي فينا نحسنه. اللي عملتوه يمكن هو فتح باب لطلعه من النق، بطل نق، صير انا مواجه، صير انا عنصر تغيير. المواضيع لما يلي هيك حساسه اللي انحكت اكثر شو كانت؟ يعني شفنا هون بسكاتش عن عمل المراه والنقاش يلي بيدور حواليها، شو كان في غير مواضيع؟ هلا تطرقوا لهن مثل ما قالت جنى انه هن نقوا المواضيع. مضبوط، مثل ما قالت نقوهم من حياتهم وواقعهم واللي حسوا اكثر شيء هن كانوا اولويات عندهم، نقوا مثل ما قلتي، يعني هي كانت عمل المراه من ضمن العنف ضد المراه يمكن أو شيء. كان في كمان صراع الاجيال، كان في عنا موضوع الثأر وموضوع المخدرات. هن طلعوا هالمواضيع، هن طلعوا هذه المواضيع من يعني مبنيه على مجتمعاتهم وواقعهم المحلي، كيف هن لقوا اكثر شيء. وهل اللي اقترحوه كبدائل ممكن يكون بدايه شيء؟ اكيد هو يعني هو اكيد كان مثل مقدمه للناس تفكر انه اول شيء كثير مهم نناقش، ما نقول انه نحن دغري بنلجأ للعنف. يعني نحن فعلا شفنا من الناس والجمهور اللي حضر هيدول العروض واللي كان كتير منوع، يعني بين طلاب واهل والمدارس والبلديات ومراكز شؤون اجتماعيه وجمعيات، يعني كان كتير منوع. يعني البدائل اللي طرحوها كانت كتير ركزت على دور الوساطه، يعني الوسيط شو دوره بحل النزاعات، وكيف نحن نلجا كمان كتير ركزوا على اهميه القانون، كيف واحد عن جد بدنا نرجع ونركز. يعني في شيء اسمه القانون واللي نحن لازم اكثر شيء نحن نلجا له، مش نلجا دغري لاساليب عنفيه، يعني هي يمكن قصيره بس يعني بتودي عالي بس ما بتودي بس ما بتودي لمطرح. واكيد يعني حسينا فعلا انه تركز بالبدائل على المواجهه، يعني الكل بغض النظر شو البديل اللي كانوا عم بيطرحوه كانوا عم بيقولوا ان احنا بدنا نواجه، ما بدنا نستسلم، لا بدنا نضل نواجه ولنحل. يعني صاروا صانعي قرار، صاروا اخذين المبادره، صاروا هن صاروا شوفوا كيف يعني اثروا بالسياسات العامه. هذا كثير كمان حلو. طيب هالمجموعه جانا، نعم، النشاط ختمتوه بهالعروض، هالمجموعه ال 20 شاب وصبيه شو راح يصير فيهم بعدين؟ اكيد صاروا هن صناع يمكن تغيير ورقي بمحل ما كل واحد منهم عايش وشافوا الامور بمنظار جديد، بس هل في مستنده لهم بعدين او اي شيء ولا لا؟ تانيا، يعني هو اذا بدك نحن بنتمنى ورح نشتغل على هذا الشيء. هلا ما في شيء واضح لنحكي لنقول هلا على الهواء انه رح يصير كذا، وان شاء الله الاشياء ما تكون كمان بس بمجال التمني، لانه للحقيقه في حاجه للمتابعه، وجزء من انه الاشياء عم توصل لطريق كمان مسدود لانه ما عم تتابع الاشياء، يعني بينزرع نبته وبتتركيها انه يعني لا بدك تسقيها، بدك تهتمي فيها، بدها رعايه. فنحن على امل انه هذا الشيء ان شاء الله، وعم نفكر نحن بمجال التفكير انه هذا بده يروح على محل ابعد. انا اللي بتمنى هذا النوع من المسرح يكون موجود بالمدارس، لانه هو بحل ازمه كثير كبيره، وهذا المسرح هو مش بس للممثلين، لا
اللي بيتعاطوا فيه هن عامة الناس، هن عامة الناس وبيتفاعلوا كجمهور وكلاعبين مثل ما صار معكم. وكلاعبين تماما صحيح. وحتى هو يعني اذا بدك كان الافضل يكون بالشارع العروض عم بتصير، بس نحن بسبب الظروف والاوضاع فكرمال هيك مصاري. والبلديه كمان مشكوره، بلديه الشيحان الرمالي. لما وجنى بدي كثير اشكركم، مش شوي، بدي اقول بدي شد ايدي على ايدكم، بدي اقول لكم نحن شركاء باللي عم تعملوا التغيير. رولا اذا طال 20 شخص اليوم بهالمجموعه صاروا هن صناع راي محل ما هن، وهن شباب وصبايا بين 18 او ال 14 وال 25، يعني التغيير 20 يعني رقم كثير كبير، لانه حيغيروا مع عائلتهم مع اصدقائهم، يعني التغيير عم بيصير. لنرجع نقول الفكره اللي دائما بنكررها، انه بالرغم من صريخ العنف في نشاط اخر عم بيصير، في تغيير على صعيد اخر عم بيصير. يعطيكم الف عافيه ونحن دائما على تواصل معكم. يعطيك العافيه لك كمان، واهلا وسهلا فيكم. رح نتوقف مع فاصل علينا ومن بعدها من كفي عرم الصباح.